الزعفران هنا تروي لك أكثر من حكاية، وترحل بك عبر ألوانها الهادئة إلى عوالم خفية تتبدى فيها من جديد صور جوهرية الماء الذي يجري في شرايين هذه الأرض، حيث يستحيل العدم والموت والخلاء إلى حركة وحياة وامتلاء. نحن هنا بإقليم تارودانت الذي تصل مساحته إلى 16500 كيلومتر مربع، أي ما يقارب 2% من مساحة المغرب، 40% منها من السهول و 60% من السلاسل الجبلية. الصورة هنا هي لجبل سيروة الذي يقع بالأطلس الصغير على ارتفاع يناهز 3304 أمتار. هذه الصورة تحمل أكثر من دلالة، وترحل بك عبر هذه الامتدادات الضخمة وما تكتنزه من تكوينات صخرية تتعدد أشكالها وأحجامها. ترحل بك إلى أزمنة موغلة في القدم انتفضت فيها أعماق الأرض ليندفع بركان قوي محمل بكمية مهمة من الغازات وبخار الماء والجلاميد والقذائف البركانية. إذا كانت الأكوام الصخرية الضخمة التي تنتصب هنا في أعالي جبل سيروة تشهد على القوة الخارقة التي انفجر بها البركان في هذا المكان، فإن شكلها المسقول الملفت للانتباه يجعلك تشعر وكأن يدا خفية عاقلة تولت عملية نحتها وترتيبها بهذا الشكل المتقن والمنتظم، والذي جعل عددا مهما من السياح يحضرون إلى هذا الموقع لتأمل هذه الصخور التي تسافر بهم إلى تلك الحقبة الزمنية البعيدة التي أعادت تشكيل المكان وفق قوانين طبيعية صارمة وضعت حداً لأشكال عديدة من الحياة لم يبق منها سوى ما حملته لنا علوم الطبيعة من أخبار. جل التجمعات السكنية بإقليم تارودانت تتمركز على ضفتي وادي سوس وعلى ضفاف روافده المتعددة بالسهل والجبل، حيث تبرز بعض هذه التجمعات من خلال بيوت ومساكن أهاليها وبعض المرافق الجماعية الأخرى مظاهر التمازج بين نمطين من الانتظام المعماري، أحدهما عصري اعتمد البناء فيه على أدوات وأساليب حديثة، والآخر تقليدي إلى أبعد الحدود يحفظ ذاكرة هذا المكان ويروي قصصا وحكايا عما تكبده ويتكبده الإنسان هنا من معاناة في مسيرة بحثه عن أسباب العيش والبقاء فوق هذه الأرض. المساكن التقليدية هنا تعتمد في بنائها على ما تجود به الأرض من أحجار يتم تكديسها بشكل يجعلها تصمد نسبيا في وجه المتغيرات المناخية التي تتعاقب على جل المناطق المجاورة لجبل سيروة بين فصلي الشتاء والصيف، وتعكس في الغالب نمط العيش البسيط الذي يسود هذه المناطق، حيث يضطر السكان هنا بمن فيهم النساء إلى بذل جهد كبير لتوفير مستلزمات الحياة، كأن يضطرون إلى قطع مسافات طويلة تحت لهب الشمس لجلب مياه الشرب أو الحطب الذي يستعمل للطهي أو غيره. البنية التضاريسية للمنطقة المحادية لجبل سيروة
وهيمنة الامتدادات الصخرية الضخمة على جزء كبير منها تزيد من قساوة ظروف عيش السكان هنا، خصوصاً أمام تناقص كمية الأمطار المتساقطة خلال السنوات الأخيرة، حيث أن هذه التكوينات الصخرية الصلبة التي تمتد على مساحات مهمة تجعل استنباط الأرض أمراً عسيراً، كما أنها تحول دون انتشار المراعي الطبيعية بالشكل الذي قد يساهم في إنعاش النشاط الرعوي، خصوصاً إذا ما علمنا أن هذا الأخير يشكل دعامة مهمة للاقتصاد في المناطق الجبلية إلى جانب الزراعة. وبالرغم من كل هذه الصعوبات فإن سكان هذه المنطقة ذكوراً وإناثاً وبكل فئاتهم العمرية يحاولون مقاومة ومجابهة الوضع بإيمانهم الكبير بأن الحياة تنتزع بالكد والجد والعمل وبتضافر الجهود التي ومهما صغر حجمها فإن تراكمها يفضي في النهاية إلى استمرار فصول الحكاية، حكاية بقاء الإنسان فوق هذه الأرض بالرغم مما يكتنف المكان من قساوة. تعمير الأرض واستصلاحها بمنطقة تروين التابعة لإقليم تارودانت من أجل أغراض زراعية تطلب وقتا طويلا وجهدا مضنيا من مختلف الأجيال التي تعاقبت على هذه المنطقة، حيث تحكي الأهالي هنا بدوار تجموت السيس مثلا أنه كان في زمن مضى فضاء مقفرا ومهجورا خاليا من أي شكل من أشكال الاستغلال الفلاحي بسبب وعورة المسالك المؤدية إليه وقساوة المتغيرات المناخية، غير أن شجاعة وإرادة وصبر الإنسان هنا كسرت الصمت الذي كان مطبقا على هذه الأرض وحولت السكون إلى حركة جعلت هذه الرقعة تتشح بالاخضرار وتغدق على السكان ببعض المنتوجات الفلاحية التي حفزتهم على بذل المزيد من الجهد في سبيل نيل ما يمكن أن تجود به هذه الأرض من خيرات. التربة هنا وبسبب هشاشتها وافتقارها إلى العناصر المخصبة اللازمة دفعت السكان إلى جلب المكونات العضوية التي تستلزمها عملية استنبات الزرع من مناطق أخرى قد تبتعد أحياناً عن موقع الاستصلاح بمسافات طويلة، ووقوع هذه الرقعة في منطقة ذات بنية تضاريسية وعرة حال دون الاستعانة بوسائل نقل حديثة من شأنها تسهيل عملية نقل هذه المكونات إلى الأماكن المقصودة، ناهيكم عن تواضع الإمكانيات المادية للأهالي التي لا تسمح بأي شكل من الأشكال بالالتجاء إلى وسائل أخرى غير ما تيسر من دواب. هذا المشهد قد يتكرر مرات عديدة خلال اليوم الواحد، حيث يحرص السكان على جلب المواد العضوية اللازمة لخلطها بالتربة الأصلية لهذا المكان التي تعرضت للاستنزاف والتدهور بفعل قوى الطبيعة، وذلك في سبيل الرفع من جودتها حتى يكون الإنتاج أكثر وفرة وحتى يتم توفير الشروط الكفيلة بانتشار أوسع للغطاء النباتي في هذه الأراضي، على اعتبار أن الحياة النباتية تمثل أحد أهم العوامل التي تقي التربة من التعرية، حيث تمثل الأجزاء العلوية من النباتات حاجزاً ضد الرياح والمياه التي قد تحرك التربة الفوقية، كما تشكل جذورها عاملاً مثبتاً لهذه الطبقة الفوقية من التربة. في المقابل وحين تخلو التربة من مختلف أشكال الحياة النباتية تطير الرياح جزيئاتها الرقيقة وموادها العضوية تاركة خلفها طبقة مركزة من الرمال الخشنة عديمة البنية، حيث أن فقدان التربة للمواد العضوية يفقدها تماسكها واستقرارها، ناهيكم عن فقدانها لقدرتها على احتجاز المياه، لذا يعمل السكان
على تقوية وإغناء مكونات تربة هذه المنطقة وتعزيز الحياة النباتية بها، خصوصا إذا ما علمنا أن مياه الأمطار التي قد تجود بها السماء بغزارة أحيانا تعمل هي الأخرى على تفكيك جزيئات التربة وتحميلها مع المجاري التي تشتد بفعل المنحدرات، مما يؤدي إلى انخفاض نفاذيتها، حيث أن التربة حين تفقد موادها العضوية ويزداد الطمي بها تتعرض الأرض لتكون قشرة سطحية بسبب الأمطار المتساقطة، حيث يسد الطمي مسام التربة، مما يؤدي إلى تكوين تلك الطبقة القشرية الرفيعة التي لا تسمح للمياه بالنفوذ بشكل كبير، الأمر الذي يسفر في النهاية عن نتائج لا تحمد عقباها. المياه التي تجري هنا بتلوين بين المصاطب الزراعية التي يعمل السكان على إنشائها وصيانتها دون ملل ولا كلل، يتم توزيعها على مختلف المواقع والمدرجات المزروعة حسب كمية المياه التي يستلزمها كل صنف من النباتات على حدة، على اعتبار أن الأصناف التي تعمل الأهالي على زرعها تختلف حاجتها من المياه، وتجاوز القدر المطلوب قد يتسبب في إتلافها بالكامل. لذا يعمل السكان على تعيين شخص موثوق به يتولى تنظيم عملية السقي بالشكل الذي يحفظ المزروعات من التلف ويجعل كافة البساتين تستوفي حقها من الماء. المياه المنسابة في تلوين تشكل محور حياة الإنسان الذي لا يستقيم له أمر إذا ما تبددت لسبب من الأسباب، على اعتبار أن الزراعة تشكل مصدر العيش الأساسي للسكان القاطنين في هذا المكان، حيث يعتمدون بالأساس على المنتوجات الفلاحية المحلية التي تتأرجح بين بعض الخضروات كالجزر والبطاطس مثلا، وبين الزعفران الذي يعد إحدى أهم العلامات المميزة لمنطقة تلوين التابعة لإقليم تارودنت، والذي يستشهد به على الصعيد الوطني والعالمي على مستوى الجودة. السيد إدريس سميح ابن المنطقة وأحد المنتجين للزعفران بها يحرص بشكل منتظم على تفقد المساحات المزروعة بهذه النبتة الثمينة تفاديا لأي تجاوز أو قلة اهتمام قد تؤثر سلبا على حجم وجودة المنتوج. السيد إدريس هو كذلك مدير تعاونية سكتانة، إحدى التعاونيات المتواجدة بمنطقة تلوين التي تحرص على ضمان احترام معايير الجودة أثناء إنتاج مادة الزعفران عبر التنسيق مع مختلف المنتجين، وكذا على تنظيم عملية شراء المحصول وتسويقه فيما بعد. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة أن 95% من المساحة التي تشغلها زراعة الزعفران في المغرب تتمركز في منطقة سوس مسدرعة، وأن المساحة الإجمالية التي تنتشر فيها هذه الزراعة بإقليم تارودنت تتراوح بين 500 و600 هكتار، تتوزع على مناطق متفرقة في الأطلسين الكبير والصغير يتأرجح مناخها بين الحرارة والبرودة. منطقة تلوين تعد المنطقة الرائدة في إنتاج الزعفران على الصعيد الوطني، ويتم جني هذه المادة الزراعية النادرة خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر أو النصف الأول من شهر نوفمبر بطريقة تقليدية من طرف اليد العاملة المحلية. وتتواجد بالمنطقة ثلاث تعاونيات لإنتاج الزعفران، إحداها نسائية تتولى عملية التجفيف والتخزين والتعليب ثم التسويق على الصعيد الوطني والدولي. ويذكر أن تلوين تنتج ما بين طنين وثلاثة أطنان من الزعفران سنويا، يتم تسويق جزء منها بالسوق المغربية، بينما يتم تصدير الجزء الأكبر إلى الخارج، ويتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد من الزعفران بين 10,000 درهم و15,000 درهم. وللمزيد من التفاصيل بخصوص زرع الزعفران بمنطقة تلوين يقول السيد سميح إدريس مدير تعاونية سكتانة: هذا النبتة ديال الزعفران معروفة بأنها من الفصيلة ديال الكروكش. هذه الفصيلة ديال الكروكش فيها 80 نوع، فيها 80 نوع جل الأنواع اللي كيعطيو الزعفران.
عندنا هذا الكروكس اللي عندنا في تاليوين اللي هو كروكس ساتيفيس، وكاين واحد اخر كاينو د اليتا سوفاج، وتيكون كاينو د بوحديتو كيتسمى الكات بريتانيوس. اللي اهم عندنا هو الساتيفيس. لا ساتيفيس كيتزرع في شوتنبير وفي اكتوبر ولا في شهر مارس، وكيتزرع بهاد البصله هادي، البصله كتسمى بولب. هاد البولب هذا كيتغرس في 15 سنتيمتر حتى 20 سنتيمتر تحت الارض باش يقاوم الحراره ويقاوم البروده، وكيتزرع مره في 10 سنين، وكيتجنى كل شهر اكتوبر، شهر اواخر اكتوبر حتى النصف من شهر نوفمبر. هو كيتحيد في الصباح بكري قبل ما تجي الشمس. الغرس كيتجنى في اكتوبر نوفمبر، وكيتجنى في الصباح بكري. كان ناخذ هاد الوردات هادو حمرين كنحيدهم في الصباح بكري قبل ما تجي الشمس باش يكونوا مجموعين. علاش؟ لان هذيك الساعه الورده كتكون سهله تاخذ، ولان هاد الشعرات الحمرين اللي هما مهمين عندنا ما خصهمش يطيحوا في الارض، خصنا نحيدهم وهما في الورده. كناخذوا هاد الشعرات للديور، وفي الديور كان نقطعوا هاد البلاصه في هاد الورده، وكنحيد هاد ثلاثه الشعرات الحمرين. والاهم في الزعفران هو ثلاثه الشعرات الحمرين. فاش كنحيدوه كنشفوه، فاش كتشف كتمشي بينو بعض الاخماس الوزن. الا عندنا 5 كيلو ديال الشعرات ديال الزعفران كتعطينا كيلو واحد، وباش يكون عندنا غرام ديال الزعفران خصنا 140 حتى 230 ورده، يعني 140,000 حتى 230,000 ورده باش يكون عندنا كيلو ديال الزعفران. وكتار ديال الزراعه ديال الماده هذه دي كتعطي 4 كيلو حتى 5 كيلو على الهكتار. يعني فاش تكون العمليه مزيانه وكيكون تكون الخدمه ما بهاش. ملا كانت الى كان العام احسن موسم ديالو كانت الخدمه في المستوى المرجو، كتكون الانتاجيه كتوصل حتى 8 كيلو حتى 9 كيلو على الهكتار. الزعفران نبات بصري من فصيلة السوسنيات، تبدأ ظهوره في الظهور بعد مرور 4 إلى 6 أسابيع عن زمن زرعه، وبعد عملية جني الزهور ونزع الخيوط التي توجد في قلبها تترك هذه الخيوط في الظل حتى تجف بمنطقة تاليوين، على عكس بعض المناطق الأخرى في إسبانيا واليونان التي تقوم بتجفيفها على شبكة دقيقة على نار هادئة. بعد ذلك يتم وضعها في أواني مقفلة بإحكام بعيدا عن الرطوبة والحرارة والضوء الذي يعد ألد أعداء الزعفران، حيث يتسبب بسرعة في إفقاده مكوناته الفيتامينية، كما يتسبب في تبديد طعمه الخاص بالتدريج. الزعفران يعد من أغلى التوابل في العالم التي تضاف إلى الطعام لإضفاء النكهة الطيبة عليه، كما يستعمل أيضا لأغراض طبية عديدة، حيث يفيد في إنزال الطمث وتخفيف ألام العادة الشهرية والنزيف الرحمي المزمن، ويهدئ المغص المعوي، كما يفيد في عسر الهضم وألام البطن وضيق الصدر وتنشيط الدورة الدموية وتخفيض ضغط الدم. كما أثبت بعض الباحثين أن الزعفران بإمكانه أن يستخدم كعامل واق من السرطان أو في البرنامج العلاجي المخصص لهذا المرض، حيث وجدوا بعد مراجعة مجموعة كبيرة من الدراسات المخبرية والأبحاث التي أجريت على الحيوانات أن الزعفران قد لا يمنع فقط تشكل أورام سرطانية جديدة، ولكنه قد يسبب تقلص وانكماش الأورام الموجودة، كما أنه يزيد من فعالية العلاج الكيماوي ويدعم آثاره المضادة للسرطان. هذا وتؤكد الأبحاث من جانب آخر بأن كثرة استهلاك الزعفران تصدع الرأس وتنوم الحواس، لذا ينصح بعدم الإكثار منه. نحن الآن نتواجد عند مدخل متحف يقع بمنطقة تاليوين عاصمة الزعفران في المغرب، والذي يضم جملة من الأدوات التي ترتبط بإنتاج الزعفران وإنتاج بعض المنتوجات الأخرى بالمنطقة، وكذلك زمرة من الأعمال الفنية التي تتمحور حول نبتة الزعفران أو التي استثمرت فيها الألوان المستخلصة منها. هذا المتحف التابع لتعاونية سكتانة ينشطه الفنان بوبكر الجعفري، الذي سبق له أن درس الفنون التشكيلية بمدينة الدار البيضاء وكذا بفرنسا وهولندا قبل أن يعود إلى مسقط رأسه بتاليوين ليتولى تنشيط هذا المتحف الذي يستقطب عددا مهما من السياح يأتون إلى هنا
ليتأملوا جانبا من تفاعل الإنسان مع هذه المادة الثمينة ومع مواد أخرى ترصد جزءا من ذاكرة المنطقة. المتحف في حد ذاته تيتكلم بزاف على حوايج اللي عندها علاقة بالزعفران، وكيف غادي تشوفوا كاع الأشياء اللي معروضة في المتحف سواء من الجديد أو القديم. ما تيهمناش هذاك الجانب نتاع الانتيكيتي، ولا اللي تيهمنا هو علاقتها بالزعفران وبالمنطقة ككل سكتانة. بساطة هذا المتحف تزيد من جماليته التي يستمدها بالأساس من مجموعة من التحف المنتصبة في جناباته، والتي ترصد جانبا مهما من العلامات الثقافية المحلية، وكذا بعض أساليب إنتاج وحفظ بعض المنتجات التي تجود بها الأرض بتلوين، وعلى رأسها نبات الزعفران الذي تساهم النساء بشكل كبير في جنيه وفق المعايير التي تحفظ جودته. ناهيكم عن استثمارهن له في أغراض متنوعة تتأرجح بين استعماله في الطهي وتلوين الصوف بالألوان الزاهية المستخلصة منه. من طبيعة الحال المرأة كانت لأنها كتساهم في الأعمال كلها، هي ديال كتساهم في الأعمال ديال الجني الزعفران من البداية حتى النهاية، كتخلص في الأخير بالزعفران لأنه توا عملة وباقي نوع من المقايضة في المنطقة بالزعفران. هذاك الشيء اللي كتشد ديال الزعفران كتخلي الواحد جوج الحوايج، واحد الجزء كتشري به الصوفة إلا ما عندهاش كفاية، وجزء كتلون به. اللوان من طبيعة الحال علاش كتحصلوا اللي كنلقاو كاع في المنطقة بحال من شيشة واحد التزنخت، اللي غالب فيهم هو هذوك كدا نسميهم لي كولوغ فوف، الصفر والأحمر والبرتقالي. الصفر من طبيعة الحال تنحصلوا عليه بسهولة بمجرد أننا نبللوا واحد شعرة ديال الزعفران ونجروها فوق ورقة وتوب، تيعطي واحد الصفر جميل جدا. والبرتقالي لا بللنا شوية في واحد الكاس ديال الماء خليناه تقريبا نص نهار تيولي برتقالي، في آخر النهار إلا كانت الكمية كافية يقدر يعطينا الأحمر. إنما المرأة اللي كتتعمل به بالخصوص ماشي فقط في المطبخ وإنما الصوفة هي اللي عندها سر ديال اللون الأحمر لأنه من الصعب الحصول عليه. جزء مهم من اللوحات الفنية التي يبدعها الفنان بوبكر الجعفري يعتمد في إنجازها على الألوان المستخلصة من خيوط الزعفران، حيث تتيح لك هذه اللوحات إمكانية ولوج عوالم مشرقة يفوح منها عبق منطقة تلوين الذي يسافر بك إلى نقط بعيدة على خط انفعالي وتفاعل الإنسان الذي عمر هذا المكان مع الذات والآخر. نحن الآن في واحة تيوت العجيبة التي تبعد عن مدينة تارودانت بحوالي 30 كيلومتر. امتداد النخيل هنا يفتن الذهن وينعش الروح ويحدثك عن السيرة المشرقة لهذا المكان الذي تعاقبت عليه شخصيات حفرت اسمها في ذاكرته التاريخية والثقافية. وفي هذا الصدد يقول الأستاذ الباحث نور الدين صديق: تيوت هي مدينة عريقة من مدن سوس، تحدثت عنها العديد من المصادر التاريخية، ويمكن أن نخص بالذكر هنا وصف إفريقيا للمؤرخ الكبير محمد بن الحسن الوزان المعروف بليون الإفريقي، وكذلك إفريقيا لمرمول كما تحدث عنه المؤرخ دييغو دي توريس في كتابه تاريخ الشرفاء، وعدد من المصادر المغربية الأخرى. تيوت عرفت منذ القدم بكونها مدينة عريقة من بناء، كما أشار الحسن الوزان، من بناء الأفارقة القدماء. عرفت عبر تاريخها باستقطابها للحركة التجارية، فكانت بها حركة تجارية مهمة
خاصة وأنها كانت بلاد حرث وبلاد زراعة زرع فيها قصب السكر، وكان التجار يأتون إليها من الآفاق. فيذكر الحسن الوزان بأنه يأتي إليها الفاسيون وغيرهم للتزود بالسكر. استمرت في لعب دورها الاقتصادي عبر تاريخ المنطقة العريق، وسوف تنتعش حضاريا وسياسيا وفكريا مع بداية العصر الحديث مع تأسيس الدولة السعدية، حيث استقطبت الحركة السياسية فضمت المشاورات السياسية بين القبائل السوسية وفقهاء سوس للاتفاق حول مبايعة تاغمادرتي أي الشريف القائم. ثم بعد ذلك لعبت دورا علميا بحيث تأسست بها أول مدرسة علمية في عهد السعديين، وعلى يد أساتذة هذه المدرسة تتلمذ الأمراء أمراء البيت السعدي خاصة أبناء محمد الشيخ السعدي. ثم آوت هذه القرية أو المدينة تيوت آوت كذلك عددا من العلماء ومن الفقهاء، يمكن أن نذكر منهم الأسرة الجشتيمية التي استقرت بالمنطقة والتي ساهم بروادها في بناء الحركة الثقافية بالمغرب بصفة عامة وبمنطقة سوس على وجه الخصوص. فاستعادت على يدهم تيوت رونقها العلمي واستمرت في لعب هذا الدور حتى بداية هذا القرن، خاصة مع الحركة التي استقطبتها في أيام القائد محمد بن إبراهيم التيوتي الذي أعاد للمنطقة مكانتها السياسية كقطب من الأقطاب التي تحكم منطقة سوس التي كانت مقسمة بين مجموعة من الأسر بين مجموعة من القيادات الكبرى التي كانت تحكم المنطقة. إذن فتيوت ذات تاريخ عريق، لها أدوار سياسية لها أدوار اقتصادية ولها أساسا أدوار علمية مع خصوصا مع أسرة الجشتيميين، وبهذا عرفت عبر تاريخها. من بين الأمور الأخرى التي تمتاز بها واحة تيوت وفرة المياه المنسابة فيها والتي تنبعث من بئرين اثنين يشكلان عصب حياة السكان هنا، حيث يستغل أحدهما في ري البساتين الفلاحية والآخر للشرب، على اعتبار أن المياه التي توجه للشرب أكثر جودة من تلك التي تستغل في السقي. عملية جلب المياه من البئرين تتسم بالمرونة المطلوبة لتوفير المياه اللازمة للواحة دونما انقطاع، حيث تعتمد في ذلك على شبكة جلب محكمة التنظيم مزودة بمحرك كهربائي قوي يسهل عملية ضخ المياه إلى حد كبير، والتي عرف مستواها في البئرين انخفاضا ملفتا خلال السنوات الأخيرة بسبب كثرة الاستغلال وتواضع التساقطات التي عرفتها المنطقة بسبب موجات الجفاف التي تجدحها من حين إلى آخر. ولضمان السير العادي لجلب المياه كان سكان واحة تيوت حريصين على تعيين قيم على البئرين يتولى مراقبة عملية الضخ في كل تفاصيلها ومراحلها، تفاديا لأي طارئ قد يؤثر سلبا على جودة المياه المستخرجة أو يوقف عملية الجلب التي تستمر هنا ليل نهار. ولتفادي هذا الأمر يتواجد بموقع الدخ محرك بنزيني إضافي يتم اللجوء إليه إذا ما انقطع التيار الكهربائي عن الواحة، مما يجعل المياه تستمر في الانسياب هنا دون ما انقطاع. بعد جلب المياه من العمق يتم توجيه تلك التي سوف تستغل في الري عبر أنابيب وقنوات إسمنتية خاصة إلى حوض مائي ضخم تم إنشاؤه في قلب الواحة، ومنه يتم ضخ المياه المستخرجة في اتجاه مختلف البساتين والحقول حتى تستوفي كافة النباتات والأشجار المثمرة التي تعمر هنا منذ زمن طويل، تستوفي حقها من الماء الذي يكسر هاديره صمت المكان ويضفي عليه جمالية من نوع خاص تجعله قبلة للسياح الأجانب والمغاربة. بالإضافة إلى قطاع السياحة وبعض الأنشطة الفلاحية الأخرى المتفرقة التي تسمح الظروف الطبيعية بممارستها في واحة تيوت، يشكل محصول البلح
مصدرا مهما للدخل بالنسبة للسكان في هذا المكان، حيث يتم تسويق جزء مهم منه خارج حدود الواحة، خصوصا وأن بلح هذه المنطقة يلقى إقبالا مهما من لدن المستهلكين نظرا للجودة العالية التي يتميز بها. للبلح العديد من الفوائد الغذائية والصحية، فهو يعد مقويا للكبد حيث يساعده على أداء عمله المتمثل في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، كما أن له تأثير فعال في العمل على تخليص الجسم من الحموضة الزائدة، ويعمل كملين طبيعي ويحفظ الأمعاء من الالتهاب، كما يسهم في علاج السعال والتهاب القصبة الهوائية، ويقي من الدوخة وزوغان البصر، ويساعد على تنشيط الجسم بشكل عام. وحديثا تم التوصل إلى أن البلح يؤخر ظهور أعراض الشيخوخة ويعالج فقر الدم. كل هذه المعطيات الإيجابية تجعل العاملين في مجال جني محصول البلح يبذلون جهدا إضافيا للحفاظ على جودة الثمار دون إلحاق أي أضرار بالشجرة الأم التي تبقى شاهدة هنا على مختلف فصول طلب الإنسان للرزق. الأرض هنا تعتبر المهد والأصل الذي تنبثق منه كل الخيرات الطبيعية، والإنسان الذي يعمرها منذ زمن ينهل من عطاءاتها دون أن يكتفي بالأخذ، بل يعطيها الكثير من جهده وعرق جبينه عبر عمله الدؤوب على تخصيب تربتها ورعاية أشجارها وعشبها وتوفير السبل لري عطش كل شبر منها. فالأرض هنا بالنسبة للإنسان هي الأصل والمصير، وهي البداية والنهاية. وفي هذا الصدد نشير إلى أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بإقليم تارودانت تقدر بحوالي 200,000 هكتار، من بينها 100,000 هكتار مسقية، كما يتوفر الإقليم على موارد غابوية جد مهمة تقدر ب 570,000 هكتار، أغلبها يتمثل في غابات الأرغان التي تحظى باحترام الجميع نظرا لقدرة أشجارها على مقاومة الجفاف ومحاربة التصحر، كما أنها لا تستهلك الكثير من الماء، حيث تستهلك شجرة الأرغان أقل ما تستهلكه الحوامض ب25 مرة، ناهيكم عن الفوائد الصحية الجمة التي تكتنزها الزيوت المستخلصة من ثمارها. كثيرات هن النساء اللواتي ينتظمن في إطار بعض التعاونيات لإنتاج زيت أرغان بإقليم تارودانت، وذلك بحثا عن مصدر للدخل قد يساعد في توفير بعض متطلبات الحياة. الصورة هنا هي لتعاونية نسائية تعتمد الطريقة التقليدية في استخلاص زيت أرغان، فبعد عملية جني الثمار التي تتم في ظروف صعبة نظرا لتزامنها مع موجة الحرارة التي تعرفها المنطقة، وبعد نقلها إلى مقر التعاونية تقوم النساء بإزالة قشرتها الخارجية لفصل الحب عن القشور، ليتم بعدها تكسير الحب باستعمال أحجار صلبة لاستخراج النواة الداخلية التي يتم تحميصها على نار هادئة وعلى إيقاعات الهتافات والإنشادات التي تحتفي بما جادت به الأرض من خيرات. بعد تحميص النوى يتم سحقها في راحة تقليدية تدعى أزرق، ليتم الحصول على عجينة تزغموت التي تدعك جيدا بالماء قبل الحصول على زيت أرغان صافية، لا توظف فقط في تحضير الأكل وإنما أيضا لأغراض تجميلية وصحية، حيث أثبتت الأبحاث العلمية أن زيت أرغان على سبيل المثال للحصر يخفض نسبة الكوليسترول في الدم ويساعد في الحفاظ على نضارة البشرة والشعر،
كما أن له خاصيات مضادة للالتهاب والروماتيزم وأمراض الأطفال. أما الأمراض الجلدية فإن تأثيره العلاجي فيها يبلغ حدود الغرابة، حيث كانت بعض النسوة وما تزال تستعملن زيت أرغان لمعالجة الحصبة لدى الأطفال، وكذلك بعض الجروح التي تشفى دون أن تخلف أي نذوب. اشتغال نساء المنطقة في تعاونيات لإنتاج زيت أرغان ساهم في إنعاش الأوضاع الاقتصادية لأسرهن، كما دفعهن إلى ولوج أقسام محو الأمية التي أضحت بشكل عام تشكل عاملا محددا في الرفع من مستوى النسيج الاقتصادي، حيث تتوخى المخططات الوطنية لمحاربة الأمية ضمن استراتيجية وظيفية تمكين المستفيدين من بلوغ أهداف بيداغوجية ومعرفية تسمح لهم بتحسين درجة تمكنهم من عملهم أو بالاندماج في برامج للتكوين المستمر قصد الرفع من مستوى كفاياتهم ومهاراتهم المهنية، وبالتالي تحسين إنتاجيتهم ومردوديتهم، الأمر الذي ينعكس إيجابا على حياتهم الشخصية وعلاقتهم المجتمعية وتربية أطفالهم وتدبير حياتهم العملية. إقليم تارودانت يضم أيضا تعاونيات أخرى لإنتاج زيت أرغان انتهجت أسلوبا عصريا رفع من المردودية العامة للإنتاج. الفرق اللي كاين بين الطريقة التقليدية والطريقة العصرية، دابا بالطريقة العصرية بهاد الآلات كنديروا إنتاج أكثر، ماشي بحال بطريقة تقليدية مثلا في طريقة ديال الآلة ديال التقشير مثلا، كانوا العيالات كيخدموا غير بطريقة تقليدية وما كديرش بزاف، يلا كدير خنشة واحدة في النهار، دابا بهاد الآلة كدير تقريبا 20 خنشة في النهار اللي كدير، وبهاد الطريقة كنكبر أكثر. ديال التحميص حتى هي كانوا بطريقه تقليديه، كيديروا التحميص غير بطريقه تقليديه على الفراح على العافيه، دابا لا كنديروا تقريبا 100 كيلو في النهار اكثر ديال كيلو ديال الزيون اللي كنديروا. بالنسبه للماكينه ديال الاكستراكسيون ديال التعصير حتى هي بطريقه تقليديه، كانوا العيالات يلا كيديروا تقريبا ايطرو في النهار، يلا كتعصر ايطرو بطريقه يدويه، دابا لا هاد الماشين تقريبا كدير حتى 20 ايطرو 30 ايطرو في النهار اللي كدير، وحتى على حسب الجوده ماشي بحال بطريقه تقليديه، دابا ديال الطريقه التقليديه كيزيدوا فيها الماء في الطريقه التقليديه، الطريقه العصريه لا تقريبا هو كيدوم لمده عامين ما كيخسرش، هذا هو الفرق بينه وبين الطريقه التقليديه، وعلى حسب الفلتراسيون بطريقه تقليديه ما كتكونش ديك الفلتراسيون كما كيخدموا الناس في الديور، دابا لا كيتصفوا ما كيبقاش فيه دوك البقايا اللي كيبقاو فيه، وطبيعه الحال في الطريقه ديال التعمار ما كيبقاش الوقت باش تعمر بيتي، ودابا حنا في التعاونية حتى على حسب التقديم ديال لومبالاج ديال سميتو ديال الزيت ارين كيفاش ينقدموها، دابا بالتيكيت وكاين التاريخ كاين السميه ديال الكوبيراتيف والفوائد ديالو، ماشي بحال الطريقه اللي كانت اللي كيتباع غير في الاسواق غير بطريقه عشوائيه وبطريقه يمكن يكون مخلط، ولا سميتو دابا التعاونية اللي كيكون الادريس ديالها وكيكون الفوائد ديال الزيت اريان، كل شيء كيكون واضح، ماشي بحال الا شريتي غير شي منتوج غير هكذاك ما عارف عليه والو، ودابا على حسب المميزات ديال زيت ارغان كانوا الناس كيستعملوه غير في الاكل، دابا لا كاينين بزاف ديال الاسميتو، دابا حنا في التعاونيه كنديروا الزيت ديال الاكل وكنديروا الزيت ديال التجميل كوزميتيك،
الزيت مزيان للتساقط ديال الشعر ومزيان للبشره ومزيان للروماتيس، فيه بزاف ديال الفوائد. وكاين الصابون حتى هو ديال اللي مستعمل من زيت ارغان. من بين اهم العلامات التي يتميز بها اقليم ترودانت تواجد العديد من المواقع التاريخيه التي تتيح للزائر امكانيه الوقوف عند بعض الاحداث والوقائع التي طبعت بعض الفترات التاريخيه بالمنطقه. قلعه تريوين التي بناها الشيخ محمد وعبد الله واستولى عليها القائد القلاوي فيما بعد بعدما ان تحالف مع الاستعمار، تذكر الزائر بالسمات العامه المشتركه التي ميزت القائد القلاوي والجندافي والمتوكي القواد الثلاثه الكبار بجنوب المغرب، حيث أن القائد منهم كان يبدأ بتشييد قصبته التي يراعي فيها الضرورة الدفاعية، ويرغب أن تعلو على المساكن المتواضعة للمحكومين رمزا لعلو مكانته ونفوذه. وبجانب هذه القصبات كانت توجد أيضا منازل متميزة بجمالها وأبراجها وأسوارها، وهي بيوت أقارب القائد الذين كانوا يساعدونه في تدبير شؤون الحكم، حيث تظهر القصبة بذلك على شكل مركز لإمارة صغيرة تجمع قائدا وأتباعه ومساعديه، كما كان يقيم العبيد والخدم والحدادين وغيرهم من ذوي الصناعات الذين مورست عليهم مختلف أشكال الاستبداد والقهر، إلى جانب من كان يقع تحت حكمه من الفلاحين البسطاء. وعندما كان نفوذه يتسع كان يقوم ببناء القلاع حماية للطرق الكبرى. ومن بين المواقع التاريخية الأخرى التي توجد بإقليم ترودانت على سبيل المثال للحصر، نجد موقع فريجا الذي يقع بجوار مدينة ترودانت. وبخصوص سيرته التاريخية يقول الأستاذ والباحث نور الدين صديق: نحن متواجدون الآن بفريجا، وفريجا هي موقع تاريخي مهم في مكان استراتيجي بالقرب من مدينة ترودانت، حوالي 10 كيلومترات عن مدينة ترودانت. فريجا ارتبط بهذا الاسم، ارتبطت مجموعة من التأويلات ومجموعة من التفسيرات، حيث ذهب البعض إلى أن هذا الاسم هو اسم لإله روماني أطلق على هذا المكان، لكن هذا التأويل يسير في اتجاه الرواية التي تقول بأن مدينة ترودانت من تأسيس الرومان، وإن كان ضعيفا من الناحية التاريخية فهو تأويل بين التأويلات الممكنة. كذلك هنالك من الباحثين من يرى بأن اسم فريجا لقب هذا المكان بهذا الاسم نظرا لموقعه لارتفاعه وعلوه، ولكون هذا الموقع يتميز بهواء عليل ونظرات متميزة على ما يحيط به من سهول، لذلك فهو موقع فريج فسميت بفريجة. هذا الموقع سيرد في أخبار المرابطين وكذلك الموحدين كحصن عسكري يطل على وادي سوس وعلى الطرق المارة بهذه المنطقة كذلك، وهو ما يؤكد أهميته استراتيجية. سيستعيد هذا المكان، أي فريجة ستستعيد مكانتها وأهميتها السياسية والحضارية، خصوصا مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، عندما تولى قيادة أولادحيا الذي القبيلة التي يوجد فيها هذا المكان أي فريجة، عندما تولاها القيد ناصر بن علي اليحيوي. فهذا القائد هذا هو الذي قام ببناء هذا الفضاء أي هذا الرياض الذي نتواجد فيه الآن، في إطار منافساته السياسية والحضارية مع آل حيدمويس بترودانت. فالأسرتان، أسرة القيد ناصر وأسرة حيدمويس وآل حيدمويس، كانت بينهما منافسات سياسية أدت من بين ما أدت إليه إلى التنافس على المستوى المعماري في تشييد تحف معمارية رائقة. فبينما أسس آل حيدمويس دار البارود بمدينة ترودانت، نجد بأن القيد ناصر سيبني هذا القصر، قصر فريجة أي قصر القيد ناصر. وما ميز هذا القصر هو أن العمل والبنائين والصناع والحرفيين المهر الذين استخدموا فيه تم استقدامهم من الحواضر الكبرى وخصوصا من مدينة مراكش، حيث كان الباشا القلاوي على علاقة وثيقة بالقيد ناصر، وكان يزوده بكل ما يحتاجه من صناع مهرة وكذلك من مواد بناء، منها ما يأتي من المدن العتيقة كفاس ومراكش،
ومنها خصوصا الزليج المستورد من إسبانيا والذي كان يرد عبر البحر عبر ميناء أكادير ليصل إلى فريجة. هذا القصر لا يعد فقط معلمة تاريخية معمارية بقدر ما يعد كذلك معلمة حضارية، فقد أسهم بشكل وافر في النهضة الفنية التي عرفتها تارودانت ومحيطها التاريخي، وخاصة في النهضة الموسيقية. فمن بين جوانب التنافس بين الأسرتين المذكورتين أي الحدمس بتارودانت والقيد ناصر بولاد يحيى، كان التنافس أساسا في مجال تكوين الفرق الموسيقية. فاشتهر الطرفان بتكوين كل منهما لفرق موسيقية متكاملة ضمت المغنيين والمغنيات والآلات المختلفة، وكانت تغني الأطباع الأندلسية والأغاني المغربية وكذلك الأغاني المشرقية. موسيقى هوارة تارودانت تملأ المكان وتشنف مسامع كل الزوار الذين يأتون إلى هذا الموقع التاريخي لاكتشاف جزء من الذاكرة التاريخية والتراثية للمنطقة، وللدخول في حالة من الصفاء الذهني التام على إيقاعات هذه التنويعات الموسيقية الحالمة التي تطهر النفس وتنعش الروح وتخلص قاصد هذا القصر من عوالق الزمن وشوائب المكان. هذه المجموعة الموسيقية التي تضم عناصر تشتغل في قطاعات إنتاجية مختلفة تعتمد في أدائها على آلات بسيطة تنجح إلى حد كبير في تحرير الجسد من كل قيوده لتطلق العنان لمختلف أشكال وألوان الرقصات العفوية التي تدغدغ العمق وتذيب كل الحواجز بين الذات والآخر. كل المظاهر الاحتفالية التي يعج بها هذا المكان وكل مكامن الجمال التي تكتنزها أرجاؤه وأروقته بعدما أنطلها الإصلاح والترميم تمكن من استقطاب عدد مهم من السياح المغاربة والأجانب، وبالتالي تسهم في تقوية النسيج الاقتصادي للمنطقة، الأمر الذي يؤكد أن أي موقع تاريخي إذا ما تم الاعتناء به عبر الترميم والصيانة قد يصبح واجهة لأمرين اثنين: واجهة للتعريف بجانب من الشخصية الثقافية والحضارية المغربية، وفي نفس الآن واجهة تسهم في التنمية المستدامة للمنطقة التي يقع ضمنها. وفي هذا الصدد يقول الأستاذ والباحث نور الدين صديق: لكن للأسف وعلى ما هو عليه مجموعة أو على ما هي عليه مجموعة من المآثر التاريخية بالمنطقة، فقد تعرض هذا الفضاء للإهمال وآلة للاندثار، إلى أن تدخلت شركة قصر تيوت للسياحة التي أعادت لهذا الفضاء رونقه وأعادت إليه بهاءه بترميمه بشكل مغربي أصيل وباحترام القواعد المعمارية وباحترام القواعد الجمالية التي كانت مستعملة فيه أصلا، فأعادته كتحفة معمارية أولا، ولكن أعادته كذلك كبنية سياحية وكفضاء سياحي لاستقبال الزوار، حيث تحول إلى فندق بإمكانه أن يساهم بشكل كبير في النهضة السياحية لإقليم تارودانت، علما بأن المدينة تتوفر على مؤهلات سياحية، لكن المشكل الذي تواجهه هو مشكل البنيات، واحتضان بنية تاريخية بما تحمله من زخم ومن تراكم تاريخي تهيئها بهذا الشكل لتصبح فضاء سياحيا هو مسألة تزاوج بين أمرين: بين إنقاذ التراث من جهة، وبين توظيف هذا التراث في التنمية المستدامة، وهو أمر ضروري إذا ما نحن أردنا أن نؤسس لنوع جديد من السياحة، أي السياحة الثقافية التي لا تستهدف فقط الربح ولكن تستهدف أيضا إبراز المميزات الحضارية والمميزات الثقافية لهذا الجزء من التراب المغربي. الإيقاعات الموسيقية التي تحتويك وأنت تزور قصر بريجة تجعلك توقن في النهاية أن البساطة الخلاقة
الممزوجة بقيم الحفاوة هي من طبع سكان إقليم تارودانت الذين كلما حدقت في وجوههم يجتاحك شعور عميق بأنها مرايا للصدق والمحبة التي تمتد منهم إليك لتبقى محفورة في ذاكرتك وقلبك إلى ما لا نهاية.